فريد انفاس كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على لجنه ديال مراقبه جواز التلقيح. مثلا كون كانت هذه اللجنه في مراقبه اهمال المرضى في السبيطارات، كون كانت هذه اللجنه يعني في مراقبه الادارات ضد الرشوه، كون كانت هذه اللجنه في مراقبه المواد الغذائيه والغش ديالها، غنسمعوا الارتصامات ديال الناس. خليكم معنا بكل تواضع. مثلا هاد اللجان ديال مراقبه جواز ديال التلقيح في الاماكن العموميه، في القهاوي، في المطاعم، كون كانت مثلا في اللجان متخصصه في جميع القطاعات، الصحه، التعليم، كي غيكون المغرب؟ غيكون المغرب بشكل متطور مزدهر، المغرب اللي كنعرفوه زوين وغيزيد زيان. وشحال من حاجه هاد اللجان يلا ظهرت في هاد الوباء، يعني عمرنا شفنا اللجان يعني في التنميه البشريه، في الدخل الفردي، في الصحه، في التطور، التعليم، يعني يلا دارت هاد اللجان هادي خصوصا ولات كتجبر المواطن بانه يدير اللقاح، وشكل يعني كتشوف الدول الاخرى يعني ما دايرهاش اوبليغاتوار الفاكسان، يعني الباس فاكسينال اصلا ما دايرها اجباري في المرافق، متفق معك، ولكن بشكل اجباري ومضغوط لا ما دايرهاش الدول، خصوصا الدول الكبرى. ورساله لك، يعني رساله كمواطن مغربي، واش بغيتي هاد اللجان يكونوا مثلا في الصحه، في محاربه الغش، في محاربه الرشوه؟ طبيعة الحال يعني خصوصا في البرلمان وفي السلطة التشريعية والسلطة المحلية وفي السلطات كاملين خص يكون هاد الضغوطات، خص يكون لجان، خاصها تكون هاد الخدمة يعني خدمة من القلب، وخصوصا أقل حاجة وأبسط حاجة اللي هي كنعانيو منها وش خاصها تكون متوفرة عندنا في هاد البلاد، وهي ما كايناش المرافق العمومية. المرافق العمومية ما كايناش نهائيا، كتكون غادية في الطريق يعني بين قوسين راه عارفين شنو كاين. اقل حاجه هي المرافق العموميه ما كايناش، يعني كتبغي تدخل يعني الكافيه هادي كتستأذن وكتقضي الغرض ديال المرافق العموميه ما كايناش، يعني هنا واحد علامه استفهام وواحد السؤال كبير، يعني خصو اشكالات وموضوع كبير خصو يتجبد. كنتمنى الرساله ديالك توصل لهاد المسؤولين باش يديروا لجان في جميع الخدمه مزيانه، وهاد يعني هاد السلطات غيقوموا بالواجب ديالهم، وهاد الحكومه الجديده اللي هو التجمع الوطني الاحرار غيقوم بالدور ديالو. وكنتمناو رساله من شاب مغربي، يعني تكون لجان في جميع القطاعات، في الصحه، في التعليم، باش يولي عندنا مغرب زين. اختي مثلا هاد اللجنه ديال المراقبه ديال جواز التلقيح في الاماكن العموميه، لو كانت في سبيطارات مثلا، لجنه في سبيطارات في محاربه الاهمال ديال المرضى في الادارات العموميه، جو سوي بوغ انه يكون هاد الباس فاكسينال في الاماكن العموميه باش الناس باش نعرفوا مدى ديال التطور ديال الناس والاقبال على التلقيح، ولكن كون كان في الاماكن الخاصه في حال التعليم والصحه غادي يكون اكثر، وهكا غادي نتقدموا حيت هما الاساس ديال البلاد، الصحه والتعليم وغيرها، هادو هما الاساس ديال البلاد، دونك خاصنا نشجعوا على بحال هادشي. هي بكل تواضع كون كانوا لجان في التعليم والصحه احسن ما يكونوا في جواز التلقيح. لا، يكونوا فيهم بجوج. فيهم بجوج؟ هذا هو الرأي ديالك؟ هذا هو الرأي. تحيات. على بالك بأن كاينه لجنة ديال مراقبة جواز التلقيح في الأماكن العمومية، واش وقفوك بعدا ولا لا؟ طبيعة الحال حاليا ربما كيروج في وسائل التواصل لأن فرض جواز التلقيح ضروري، ولكن ربما إلا مشينا بعيد، ربما مشينا للمستشفيات أو لا، ربما كاين خصائص وكاين أولويات. إلا مشيتي دابا للمستشفيات أول حاجة كتلقى الناس يعني مهمولين بزاف، ما كتلقاش الناس اللي هما يعني عندهم أولويات في واحد الحالة يرثى لها. يعني ماذا بيا كون كانت هاد اللجنة ديال جواز التلقيح تكون لجنة في السبيطارات؟ من طبيعة الحال خويا كنشكرك بزاف بعد على هذا السؤال، لأنك هذا السؤال في المحل ديالو. اول حاجه بالنسبه ليا وبالنسبه لك انت ولكاع لجميع الناس، انه كل واحد يكون عنده جواز التلقيح ديالو، يعني يكون حنا ماشي ضد مع جواز التلقيح، ولكن ربما ملي جيتي غتفرض عليا جواز التلقيح يعني كاين امور اخرى، كاين سبيطارات، كاين بزاف ديال الحوايج لان خصها تكون فيها اولويات، عاد نجيو لفرض جواز التلقيح مجبر انه خص يكون عندك هاد البطاقه. ونتمنوا من الله ربما غتكون بزاف الناس ما غاديش يبغوها، بزاف الناس، الحمام، ريستورات، يعني فيها واحد فيها مشكل بزاف، نتمنوا انه يعيدوا النظر في هاد الامر. دابا مثلا كانت هاد اللجنه هادي مثلا في مراقبه ديال المطاعم باش اش من زيت كيطيبوا به، مثلا كانت اللجنه ديال المراقبه الناس كيتكريساو وما كاينش اللي كيجيب لهم اخبار، كي جات كد المراقبه اللي قلت لك انا زوينه هذه؟ زوينه وبزاف، يعني خص اصلا هذا الشيء يكون هذا بزاف المراقبه، وتكون في الاماكن في المطاعم وتكون في السبيطارات، هادو بالاخص بعدا خص يكونوا المراقبه
وهذا الشيء ضروري خصو يكون اخويا ضروري ضروري. وميساج ميساج لهاد اللجنه يعني ديال الجواز التلقيح اش كتقول لها خويا؟ انا كنقول لهم يديروا خدمتهم يديروا خدمتهم يديروا خدمتهم يمشيو للمطاعم يمشيو الصراحه للسبيطارات ويدخلوا ويقلبوا ويشوفوا شنو كاين يعني يديروا ليجان اخرين في السبيطارات والمطاعم ضروري هذا الشيء خصو يكون يعني ما ماشي يعني يبقوا يحكروا على يبقوا يحكروا على واحد الحاجه يعني بحال هاد السبيطارات هادشي ضروري خصهم هما الاولين خص يدخلوا ويقلبوا ويشوفوا شنو هذا باش يشوفوا جواز التلقيح جواز التلقيح خصو ضروري. اختي شي هاد اللجان دابا لمراقبه جواز التلقيح في الاماكن العموميه مثلا كون كانت اللجان في مراقبه الصحه التعليم الرشوه الفساد كي غيكون المغرب كان به احسن غيكون المغرب مزدهر ومزيان الحمد لله الا كان هادشي نتمناو هادشي يوصل للناس المسؤولين وكم سا غيكون المغرب مزيان ان شاء الله يديروا لجان على القطاعات وي هذا هو الراي ديالك هذا هو الراي ديالي كنتمنى بكل التواضع توصل هذه الرساله ديالك ان شاء الله تحياتي ما كاين حتى شي مشكل مرحبا في اخبارك اخويا كاينه لجنه ديال مراقبه جواز التلقيح اييه مثلا كون كانت لجنه بحالها في السبيطارات يعني كاهمال المرضى كون كانت بحال هذه اللجنه في السبيطارات مثلا في محاربه الغش كي غتكون كي غيكون المغرب غيكون احسن من هكا واكثر كاع غيكون يعني غتكون واحد الحاجه زوينه بالنسبه للسبيطارات وهذا الشيء ديال بحال المرافق العموميه بحال المدارس يعني غيكون داك الشيء احسن من هذا الشيء اللي كنعيشوه دابا وكنتمناو اننا نوصلوا لهذا الوعي هذا